عسلامة. مرحبا بك. بك أكثر. صح شريبتكم وكل عام وانتم حيين بخير. يعطيك الصحة. عاد عليكم بالخير وبالرحمة وبالبركة. آمين يا ربي. في بقعة مقدسة قدام المبنى المعمور بتاع جامع الزيتونة في أجواء روحانية. الحمد لله يا ربي لرمضان مزين. مبدئيا خليني نتعرف عليك. أنا من باردو، اسمي عيمات. من باردو، موظف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. بيك اخترت انك اليوم تحكي بخصوص رمضان، الاجواء بين الماضي والحاضر، فما حاجات تبدلت ولا لا؟ تبدلت على الاخر، زاد على الاخر. قبل كانت العيشه هنية والعيشه فيها برشا خير وبرشا محبه وبرشا رحمه، كانت الناس برشا تزور بعضها وكانت الناس برشا فيها سعه رحمه وكان احساس جميل جميل برشا في كل شيء في كل شيء. كان نمشيو للثقافة، كان نمشيو للتلفزة اللي نقعدوا قدامها نتفرجوا، ما كانوش فما فضائيات، كانت فما تلفزة تونسية بحتة 100% نتفرجوا فيها، وكانت لما عائلية بالامتياز. البرة نخرجوا مش برشا البرة، كنا نخرجوا حتى نوعية السهرات الرمضانية اللي يأثثها مجموعة من الفنانين، معناتها توانسة ولا يجيبوا برشا من سوريا، يجيوا من برشا بلدان معناتها عربية، كانت بالامتياز حاجات مزيانة. داير نتحسروا نحن كي نتفرجوا على اللي صار قبل واللي موجود توا، بصراحة مش حاجة تشرف. ما حسيتش انه سنة بالذات بدينا نرجع للعادات القديمة، الأجواء القديمة شوية ولا؟ لا مش أجواء القديمة، أجواء القديمة شنو بشي؟ معناتها يخرج يسهر في الليل يلبس شاشية معناتها تونسية، ولا مرأة تحط شاشة باكية زعما تونسية؟ لا مش الإقبال. الإحساس مش موجود. فما إقبال لي جون، فما برشا ما نحكيلكش، أما الإقبال موجود مش موجود. اما العنصر اللي هو نتاع الاحساس واللذه باللي هو موجود مش موجود، فهمت كيفاش؟ فما برشا، انا ما نقولكش ما يهبطوش ما يدوروش، تو في المدينه العربي تلقى ما تنساش المراكز الثقافيه، بير الحجار، دار الاسرم، فوالا، باب سويقه. بون اثناء ممكن باش ما نهربوش برشا باش نقعدوا في رمضان، لكن ما تعرفش اللي قبله كان فما الأحداث في فلسطين، معناتها أثر على الناس الكل، معناتها فما برشا فنانين ممكن لغاو العروض نتاعهم الثقافية. بون خاطر برشا ناس موتة وبرشا حاجة مجزرة، حتى كلمة مجزرة ما تجيش. ممكن هذايا علاش معناتها، أما الأجواء قبل ماهيش باش تكون ما رجعنا لحد شيء، بالعكس قاعدين نوخروا نرجعوا لتالي برشا. رمضان سنة مش مزيان برشا، نقولك علاش؟ على خاطركش غالي برشا على الاخر، معناتها الناس كلها تتذمر، معناتها انت ما تراش العباد العاديين، الطبقة العادية هكا مسلكتها، اما فما ناس مش لاقين باش يشريو تبش العيد، ناس تعبين برشا، ناس متقلقين برشا. لكن نلقاو برشا عبيد قاعدة تعاون وقاعدة تفرح في الصغيرات بحوايج العيد. لا يعاونوا يعطيهم الصحة، حتى في الختان نتاع المولد معناتها ليلة 27 برشا عطاوهم تبشا كصغيرات وفرحوهم. فما ديز اسوسياسيون، فما جمعيات تبارك الله يعملوا في حاجات ما انوبلياب. شنو الحاجات القديمة اللي ما عادش لاقينا في الوقت هذا؟ القديمة قديمة قديمة الحاجات القديمة اللي نحنا معاش لاقينها اللمة العائلية الحقيقية ما غير حتى رتوش، اللمة اللي فيها المحبة وفيها صدق المعاشرة، حتى وفي الحومة كانت الحومة ياسر في رمضان، ونتذكر قبل كانت الدار تتبيض، ما نقولوش كانت تتدهن، كانت تتبيض الدار كلها بالجير العربي، والناس تبدا فرحانه وتعرف يعملوا العوله ويحضروا له رمضان، تعرف رمضان يبدا قبل بشهر شين على الدنيا. توا ليه ما فماش هذايا؟ الحاجات هذيك ما فماش. وحاجه اخرى، حتى المطعم تاع البنه تاع الماكله وتاع الحلو، مطعم ما يضايش حتى مطعم، توا ما عادش تحس كل شيء مركب، فهمت؟ ارتيفيسيال، كله ارتيفيسيال. يحبوا هكا يرجعوا بينا لتالي كوم كوا، حتى نوعيه الاعمال الدراميه، الأعمال الفنية، الأعمال الدرامية، الأغاني، الابتهالات، الحاجات المزيانين الكل
هما ريفيزيتي حاجات كي مقلده كيما البارفان لوريجينال يعملوا عليه اكستري اكستري اكستري، هي كيكة مش حاجه حلوه، مش حاجه قاعده تصير مزيانه، فهمت؟ يحبوا برشا ناس هكايا مع اللبسه مع يعملوا دي توندونس هكايا، وبربي ياسر يحكيوا على التوندونس في كل شيء، حتى في اللبسه التقليديه، راهو ما فماش توندونس في اللبسه التقليديه، فما ناس مبدعين. اكثر مجال اللي انا عجبني وبهرني المده هذيا وحتى العوام اللي تعديت، ممكن الارتيزانا الصناعه التقليديه الدور تلقى حاجه مبهره، معناتها لي ساكامان حاجات مش عاديين، لي كوفان القفه اللي كانت المراه تهزها تقضي فيها الخضره والواحد وليت المراه تخرج بها تحطها كي وتخرج تمشي للسواري وهي هزه قفه في ده، حاجات مزيانين هذوما ممكن انا ممكن نتعارك انا وياك على الحاجات هذه، نقول لك راهو فما حاجات جديده مزيانه، اما اللب الفون مش موجود، الاحساس قديم، احساس خايب ياسر، فهمت؟ خلي لك الكلمه الاخيره. حاسيلو استقبلتك بكل حب، الحب ذاك عالم الاحلام اللي تبحر فيه الروح نحو الافاق الورديه، يتجدد الامل وتغني الحياه، ولانها تغني الحياه ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله ينعاد عليكم ديما بالخير وبالرحمه. بفضلك. باي باي.